اهلا 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 وسهلا، مرحبا بكم خوتي خواتاتي اللي مضمين القناة عائلة نصائح حليمة. تنقل لكم غيبة طويلة، غيبة لأنا غبت وي. اولا وقبل كل شيء ما عرفتش كيفاش نعمل هاد الفيديو اللي من بعد ان شاء الله غادي ندخلو في اللايفات. هاد الفيديو اللي انا عملتها كتعبر على الرجوع ديالي ان شاء الله للقناة، الرجوع ديالي ان شاء الله للقناة، ورجوع ديالي اللي جعلني خديت واحد لا ديسيزيون بما انا غنرجع معكم، وهما التعاليق ديالكم، الميساجات ديالكم، التليفون ديالكم. كنقول لكم شكرا شكرا شكرا، راكم تاج فوق راسي. الناس اللي مشتركين في القناة والناس اللي اشتركوا جداد كنقول لكم مرحبا بكم، وكنستسمح استسمح استسمح على هاد الغياب ديالي الطويل اللي ما عرفتش كندير تنعبر لكم ونقول لكم غبت. وي غبت، والفضل من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع لكم، كيرجع للناس اللي ما سمحتش فيا، الناس اللي كيصيفطوا ليا، الناس اللي يوميا كيصيفطوا ليا. وبغيت نشكر بعض الناس اللي يعني سبحان الله العلي العظيم، ملي كنغبروا كنعرفوا الناس اللي كيبغيونا، كنعرفوا الناس اللي ما كينساوناش. على ود خلينا واحد البصمه في اليوتيوب، بصمه اللي اللهم لك الحمد، بصمه اللي الناس كيتفكرونا بها، النصائح ديالنا، الوصفات ديالي، كنقاسموا معكم كل شيء. لهذا غادي نرجع ان شاء الله اليوتيوب، بزاف 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 ديال النصائح غادي نجيكم بها، بزاف ديال الحوايج غادي نقول لكم ما تاخذوش هادي خذوا هادي. راجعه ان شاء الله وراجعه يعني كيف كنقولوا بشويه بشويه. اللي بغى يطلع في دقه كيطيح في دقه. اللي كنطلب منكم، اللي كنطلب منكم، هذا هو اللي جعلني عملت فيديو وما نعملش لايف. اللي كنطلب منكم خوتي خواتاتي وهو دعموني تشجعوني، محتاجه ليكم اللايكات ديالكم، اللايك 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 خوتي، لو بارطاج ديالكم والتعاليق ديالكم، راها كتلعب واحد الدور كبير في القنوات. التعاليق ديالكم والبصمه فضلا وليس امرا. الناس اللي ما كيوصلوهمش الاشعار ديال الفيديوهات ديالي ولا اللايفات ديالي، تلغيو الاشتراك وتعاودوا تشتركوا من جديد، يوصلكم كل شيء. وكذلك ما ننساش ما بغيتش ننسى، على ود انا كتعرفوني كننسى، ما بغيتش ننسى واحد السيده، كنطلب الله سبحانه وتعالى الله يخلي ليها بنيتها، واحد السيده اللي هي كل صباح كل صباح كتصيفط ليا في الواتساب دعوات، يعني كتفيقي كتلقاي دوك الدعوات، سبحان الله العلي العظيم ما عليك غير تقولي امين امين يا رب العالمين. كنقول ليها بارك الله فيك، يوميا كل صباح كنفيق على دعوات، الله يخلي لك بنيتك ويخلي لك صحيحتك ويخليك ليا. بغيت نشكر وكذلك واحد السيده ما كنعرفهاش، اللي هي يوميا كتجبد الفيديوهات ديالي من القناه ديال هادي ثلاث سنين، وكتصيفطهم ليا واحد الطريقه عندها باش كتقول ليا رجعي لينا بحال اللي كنتي في هاد الوقيته. كنعمل لك قليب وكنقول لك بارك الله فيك، لعبتي واحد الدور كبير في الرجوع ديالي، عطيتوني واحد الدفعه. كنشكرك. واخر فيديو
يعني جوج ديال الفيديوهات الاخرين باش تعرفي نفسك، اللي انت صيفطيهم ليا ديال لي زاكسسوار المجوهرات، حيله من الحيل المنزليه كيفاش يمكن لينا يعني نحتفظوا على المجوهرات ديالنا. وصيفطي ليا وكذلك فيديو اللي انا عامله الصباغه لشعري، وكنقول لكم هاللون اكاجو اللي انا غادي نعملو لشعري. صيفطيهم ليا كنقول لك شكرا ليك، هذا من الحب ديالك ليا والقناة ديالي. كنتمنى خوتي خواتاتي ترحبوا بيا، تخليوا لي التعاليق، تزعموني، محتاجة لكم، القناة ديالي محتاجة لكم. غادي نرجعوا ان شاء الله من جديد، وغادي نرجعوا يعني كيف العادة. القناة ديالتي مبنية على الأنوثة ديال المرأة وعلى أناقة ديال المرأة، ودابا كاينين رجال اللي ما شاء الله كياخذوا الوصفات ديالي وكيستعملوهم، الوصفات بيان سور الطبيعية اللي هي يا. لهذا خوتي خواتاتي كنتمنى الله سبحانه وتعالى الفيديو الجاية ولا اللايف الجاي تكونوا حاضرين بالكثرة، وتوحشتكم، توحشت التعاليق ديالكم، توحشت يعني داك اليوميا اللي كنت اللايفات مع الوحدة ونص، وتوحشت فريمون توحشت التعاليق ديالكم، توحشت القناة اللي أنايا بحال كنقولوا ما هملتش عليها، لا حطيتها وبقيت كان غادي نقاسم معكم كل شيء، فين مشيت، اشنو عملت، شنو هما الحوايج اللي كانوا على كتافي وحيدتهم، كيف كنقولوا لو دوفوار ديالي اديتو جوسكو بو باش ما يبقى حتى واحد كيلومني. ومن بعد خوتي خواتاتي كيف قلت، من بعد الله سبحانه وتعالى ومن بعد الناس اللي كيصيفطوا ليا وتعيطوا ليا، قررت نرجع قبل ما يخرج 2021، ما بقى لينا والو، غندخلوا في 2022. غادي نرجع ان شاء الله، وغادي نحاول كيف العاده كنصحكم كنقاسم معكم اللي مطلوب منكم انتمايا، وهو للقنوات للمشتركين اللي كانوا معايا من الاول، ملي بدينا كنبنيو في هذه القناه طوبه بطوبه كانوا معايا، ومن بعد ضموا الناس للقناه اللي هما جداد. كنقول لهم مرحبا بكم، كاينين الناس اللي بزاف عندهم قنوات كيصيفطوا ليا في الخاص، ما نكذبش عليكم ما كنجاوب حتى واحد، ما كنت يعني كنت خديت واحد لابوس ليا لراسي، عملت فيها بزاف ديال الحوايج، وان شاء الله غادي نرجعوا وغادي نرجعوا باش كيف كنقولوا نعطيكم الحماس، نعطيكم النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه، نخرجوا شويه من هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا. حسبي الله ونعم الوكيل في اليوتيوب، يعني من بعد غادي نتكلموا في هذا الشيء. الناس كيفاش ولات كتلقى طريقه كيفاش الناس يجبدوا المشاهده، مع الاسف نخليها لكم ان شاء الله، نخلي لكم هذا الشيء كل شيء ملي نكون في اللايف معاكم، نخلي لكم كيفاش لقيت بعض القنوات اللي هما يا غادي ننصحكم تدخلوا تشوفوهم. كاينين بعض القنوات اللي هما يا طالعين واكلين نازلين واكلين، ومع الاسف الله سبحانه وتعالى اعطانا عينين وعطانا ودنين باش نجتنبوا ما هو اللي كيأدينا ويأدي لينا كيف كنقولوا الدماغ ديالنا
كنعرف شي ناس اللي كيقولوا لي من بعد ما شفت لا فيديو ديال ديك السيده ولا اللايف ديال ديك السيده ما نعستش الليل كله. اذا ما نشوفهاش هذيك القناه، نبلوكيها ما تبقاش تطلع ليا، اللي غادا تحطم ليا المورال ديالي وما غاديش نعس وما غادي نستافد والو، وهما هي كيدخلوا. يعني هذه غير كننصحكم بها. ان شاء الله غادي نقول لكم بزاف 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 ديال الحوايج اللي انا اكتشفتهم في هاد الغيبه ديالتي. بزاف ديال الحوايج اللي انا يا سبحان الله العلي العظيم ما كنتش خوتي خواتاتي كنعرف الحب ديالكم ليا، اقسم لكم بالله ما كنت كنعرفو، ولكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بحال قال لي الله سبحانه وتعالى غادي تعملي ان بوز، فهاديك لا بوز سي فري غبات، ولكن هذاك الغياب ديالي كنقول او فلانه كتصيفط ليا يوميا، فلانه كتعيط ليا، فلانه كتسقسي فيا. كاينين قنوات اللي همايا مليونيه اتصلوا بيا قالوا لي رجعي القناه ديالك، حتى حنايا وقع لينا ووقع لينا ووقع لينا. قنوات اللي كيتضرب بهم المثال. من بعد ان شاء الله غنتكلموا في هذا الشيء كلشي. كنقول لكم تنحمق عليكم، تنبغيكم، ماشي تنحمق عليكم نفقد الوعيان ديالي، لا، طريقه باش كنقولوا بين ما كنبغيو داك الانسان، تنبغي المشتركين في القناه ديالي، كنبغي صحاب اللايك وصحاب الديسلايك، كنبغي الناس اللي كيكتبوا لي التعاليق الايجابيه والتعاليق السلبيه اللي كناخذهم بعين الاعتبار. كنقولوا علاش كتبات لي هادي، خصني نصلح، كنصلحوا من التعاليق السلبيه. كنبغيكم الى رجعت الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع عليكم. كنقول لكم شكرا، شكرا لكم كلكم. تسناو ان شاء الله اللايفات الفيديوهات، وكواك شحال غادي نقاسم معاكم، شحال ديال الحوايج اكتشفت كنشريهم وكنخلصوهم بالتمام وهمايا يا سلام. وكاينين الحوايج اللي كنشوفوهم وكنحقروهم والمنافع ديالهم كثيره، اثمنه مناسبه، كنقولوا لا ما ناخذوش هادي. اكتشفت بزاف ديال الحوايج. كنقول لكم اللي شاف هاد الفيديو يرحم ليا على الاب ديالي وعلى الام ديالي، هاد الفولا عملته ديال الام ديالي باش كتعطيني واحد الدفعه وواحد القوه كنحس بها حاضره معايا. كنتفكر الام ديالي وكنطلب الله سبحانه وتعالى اللي عنده والديه الله يخليهم ليه. وياكم 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 تفلتوا دقيقه ما تدوزوهاش مع والديكم، واللي ماتوا ليه والديه الله يرحمهم، باش غادي نتفكروهم بالصدقه. صدقوا على والديكم، صدقوا عليهم من مالكم ديال الحلال، وصدقوا عليهم من الدعوات ديالكم، من يعني نقرا عليهم سوره نقول ليه يا ربي هادي بغيتها الوالديه، دعواتكم، الصدقه، الوالديه، وماشي حيت والدينا ماتوا ما نبقاوش نتفكروهم. صدقوا على والديكم بلا ما تفيلموا وبلا ما تصوروا، عملوا دعوات لوالديكم منكم اللي خلقكم. واللي عنده والديه حيين كنقول لكم هيهات ثم هيهات من ديك الساعه اللي غادي يمشيو ويغبروا. شحال عندي؟ عندي 61 عام ضربت فيها، واش انا غنعيش 61 عام واحد اخرى؟ لا. لهذا اللي عندها شي والديها واللي عنده شي والديه وما كيعيطش ليهم وناسيهم ومخاسم معاهم، الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم قال لي امك ثم امك ثم امك، عاد باش قال لي ابوك؟ شوفي الله باش كرمنا. اذا كنهزو يدينا، ما عمركم تدعيو على وليداتكم، كتخرج لينا ديك الدعوات وفي نفس الوقت كنشقموها قبل ما توصل للسماء.
يا ربي تسمح لي وغير كتزعفانا وكتغضبانا. الله سبحانه وتعالى معنا الله سبحانه وتعالى. خوتي خواتاتي أحبكم في الله، نتكلموا على الوالدين تنعيو وما نفوش لهم بحقهم. حقهم الله سبحانه وتعالى قال لك إلا كانوا ميتين صدقة، وإلا كانوا حيين تركع عليهم ولو غالطين، ولو غالطين. الوالدين كيبقاو والدين مع الأسف. كيف كتعرفوا دابا كنشوف، أنا شوف تيفي اللي الوالدين ولاو كيتصرخوا، الوالدين ولاو كيضربوا. غير البارح شفت واحد السيده ولدها دقدقها بالعصا، وبزاف ديال الحوايج اللي خلعونا شي صيفطها لشي. كنقول لكم بزاف ديال الحوايج ما نقولوا وما نعاودوا. احبكم في الله، احبكم في الله، اللي بعيد واللي قريب ما تنسونيش كيف انا ما نسيتكمش. الناس اللي همايا مضمين القناة ديالي، المطلوب منكم خوتي خواتاتي تعاليق، تخليوا لي رأيكم. كنبغيكم، كنموت عليكم، ما نسيتكمش. ورجوع ان شاء الله، رجوع الى قبلتوا عليا وبغيتوني وبغيتوا النصائح ديالي، الفيديوهات ديالي، كل ما كي يتعلق بالامرأة والمنزل وبزاف ديال الحوايج عندي ما نقسم معكم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، فضلا وليس امان، اللايك تعاليق ولو بارطاج. احبكم في الله، موح عليكم، ما سخيتش بكم.